وإلى متابعة أخبار أهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. والبداية من الأهرام سبورت، تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي. ومن بوابة أخبار اليوم، الإجهاد يمنع أكرم توفيق من ميران الأهلي. من الوفد سعد سمير يواصل التأهيل في الجام. ومن المصري اليوم، حسام البدري يعقد جلسة مطولة مع لاعبي الأهلي قبل الميران. من الوطن سبورت، أكد غياب الشناوي عن الأهلي أمام طنطا. ومن الشروق، البدري يعنف اللاعبين بسبب الفرص الضائعة أمام المقاصة. من اليوم السابع، الأهلي يخصص إيرادات مباراة أتلتيكو مدريد لصالح أسر شهداء مصر. ومن فيتو، تدريبات بدنية منفردة لعاشور ومعلول في ميران الأهلي. من دوت مصر، أحمد أيوب يطالب بإسلام محارب بالصبر للحصول على فرصة مع الأهلي. ومن الأهلي دوت كوم، الأهلي متعب غاب عن ميران الفريق بسبب مرضه. ومن يورو سبورت عربية، أتلتيكو مدريد يعلن عن الهدف من مواجهة الأهلي وديا. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.